حلقة مميزة ولقاء مميز مع فنان مميز، الفنان سيف نبيل. ارحب بك سيف، مساء الخير. مساء النور بالبداية على كل مشاهدينا قناة مشاهدي قناة ميوزك الرماس، نحييهم من خلال هاي الشاشة الحلوة وارحب بك همينة. تسلم لي. سيف، طبعا سوينا لقاء، حابين نعرف آخر أعمالك، بس قبل آخر أعمالك حدثنا عن الكليب الحصري اللي كان بعنوان آخر دمعة. بالدمعة إلا شوية. كليب من الحان المبدع نصرة البدر، كلمات شاعر ضياء الميالي، توزيع عثمان عبود، الماسترينج مصطفى كمال. طبعا تم تصوير هذا الكليب ببيروت، يعني كان يوم كلش حلو صراحة، والمخرج رأفت البدر. المخرج رأفت البدر معروف انه هو يعني يسلي بنفس الوقت، بنفس يعني ويا ما يصور يسلي الكادر كله. طيب سؤالي كان لك انه شلون شفت التعامل فنان مخرج رأفت البدر؟ رأفت كلش جدي بعمله، وقت الشغل يكون عصبي، الكادر كله يدخل انذار. يعني من صورت وياه لقيت صعوبة التعامل؟ لا بالعكس، بس هو يحب يعني الجدية بعمله حتى يطلع عمل صح بيرفكت 100%، فيحب يكمل عمله ووقت أقل، وبنفس الشيء يقدم فد شيء يعني للشاشة حلو. زين، تجربتك ويا نصرة البدر؟ نصرة البدر هاي مو أول تجربة أنا وياه. تجارب وياه طبعا هو صراحة ملحن رائع، أكيد ذوقه حلو، أكيد وغني عن التعريف يعني. الثاني يعني هو نقعد أنا دائما أكثر من قاعدة بيناتنا، يشوف صوتي، يشوف الأغنية اللي ترهم لي، يقول لي هاي الأغنية لك، سمعناها وتنفذت الأغنية. عصبي بالتعامل؟ نصرت مو عصبي، بالعكس نصرت حلو تعامله، يعني يكون هادي كلش، وصداقة كلش حلو. يعني ما واجهت صعوبة وياه؟ لا مو أصلاً، ما يعني ما أحس إنه أنا داخل يما بعمل صداقة، أنا نقعد على قعدة صداقة، سوالف، ضحك، هذا هو على غضة تجي الأغنية. زين سيف، سمعنا عندك ألبوم، أكو شيء؟ ألبوم والله هو شوية تأخر. هو يعني تأخر، أنا أسألك إنه أكو هيجي شيء؟ أكو هيجي شيء. أنا وعدت الناس بس خلفت بوعدي لهم. تأخر ألبومي بسبب يعني كم شغل، أنه سافرت بيروت، سافرت دبي، تأخرت عن الشغل بالأغاني. سويت أكثر من أغنية، ما يقارب عندي 13 أوديو حالياً منازل حصر جديد، بس راح أختصر الألبوم، راح أسوي مني ألبوم 8 أغاني، فراح أخذ أحلى 8 أغاني، راح أختارها أني ورأفت ونصرت، وبعد تعاملت ويا كثير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم شعراء تعاملت ويا ضياء الميالي، تعاملت ويا أستاذ قصي عيسى، صهيب السامر، محمد الصالحي، صباح الطائي. الملحنين تعاملت ويا نصرة البدر، نور الزين، محمد جمال، بعض الأغاني ألحاني آني. بالنسبة للتوزيع فكل الموزعين أنا مشتغل وياهم، عثمان عبود، عصام حكمة، مهند غازي، حسام الدين، قيصر عبد الجبار. حلو. فيعني تقدرين تقولين ويا هواية ناس تعاملت واشتغلت هذا الألبوم. ناوي تصور منه أغاني؟ أكيد طبعا. راح يكمل الألبوم، راح أختار أغنية أو أغنيتين من عنده. زين، انطينا وعد، شو وقت ينزل الألبوم؟ وعد أخير إن شاء الله بعد الشهر. إن شاء الله. زين سيف، شنو جديدك؟ جديدي هو طبعاً أنا أغنية بالدمعة ذاك اليوم نزلت. أحب. بس شفت شوية الوضع بالعراق، شوية متوتر. شوية. وإن شاء الله يا رب ما يدوم هذا الشيء. إن شاء الله. سويت أغنية وطنية. حتى واحد صفوف الشعب العراقي. طبعاً فشيء يعني هذا أبسط شيء أنا أقدمه لشعبنا العراقي وجمهورنا الحبيب. فأغنية اسمها ردينا لولا صورتها أول البارحة. وإن شاء الله راح يعني تنعرض بهاي الأيام القليلة. كلمات صباح الطاعية، الحان المبدع محمد جمال، توزيع عصام حكمت، والماسترينج مصطفى كمال. راح تنزل قريبا جدا. إن شاء الله بالتوفيق لك يا سيف، وكلمة أخيرة لجمهورك. طبعا هي مو كلمة، لو أسولف فيهم سنة ما أوفيهم، كلمة أخيرة
تابعوا كل جديدي وكل حصرياتي على هالقناة الحلوة قناة ميوزك الرماس وتحياتي لكم. تحياتنا إليك سيف. تحياتي. أعزائي مشاهدي قناة ميوزك الرماس، نرجع للاستوديو نكمل باقي الأخبار.